أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مجددا في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان الفضيل. هذا البرنامج الذي يأتيكم تحت عنوان يستفتونك في الدين والدنيا من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد وعبر أثير فجر أف أم، يأتيكم برعاية بيوكير للتحاليل الطبية وكذلك برعاية أبو حسيب للصيغة والمجوهرات. بارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. في هذا اليوم نحن في هذه النصف ساعة سنعيش وإياكم مع أسئلتكم واستفساراتكم مع الأحكام الشرعية التي تودون معرفتها ومعرفة أحكامها. نحن معكم حتى الساعة الثانية. الاتصال على هواتف البرنامج لمن أحب أن يسأل أي سؤال 268-49 أو 1-90-88 هي اللي تظهر على شاشة التلفزيون. أعيد 268-49 أو طبعا 092-68-49 أو 1-90-88. هذه أرقام الهواتف، فمن أحب أن يسأل أي سؤال ممكن يتواصل معنا على هذه الأرقام أو أيضا وكذلك من خلال البث المباشر على صفحة الفجر الجديد في الفيسبوك. هناك بث مباشر يمكن لأي أحد أن يضع ما يريد من سؤال ونحن سنجيبه خلال حلقات البرنامج إن شاء الله سبحانه وتعالى. إحنا عندنا حقيقة مجموعة من الحلقات السابقة أو أسئلة موجودة من الحلقات السابقة نحاول أن نجيب عليها. الأخت تسنيم حرز الله بتقول استفسار، عندنا المساجد مش موحدة بالأذان في مدينة الرياض، كل مسجد بتوقيت يسبق أو يؤخر بكم بكم دقيقة، أحيانا يصل لخمس دقائق عن الآخر. سؤالي هو في حال السحور أو الإفطار لم يؤذن مسجد القريب من بيتنا ولكن سمعنا صوت بعيد، هل يعني دخول الوقت أم ننتظر أذان المسجد القريب بالنسبة للسحور؟ وشكرا جزيلا. يعني الحقيقة احنا حابين دائما نقول عشان هيك الأذان الموحد بيكون أفضل لتوحيد الناس وحتى ما يحدث هناك أي مشكلة أو إشكالية أو خربطة عند الناس. هذا مهم جدا عندما نوحد الناس في الموضوع. يعني أنا أتصور أنه يكون فرق بين مؤذن ومؤذن ثواني أو نصف دقيقة إذا كان غير موحد، لكن أن يكون الفرق لما تقول الأخت خمس دقائق هذا الأمر يعني عجيب وغريب. يعني لا أدري في الرياض هم على ماذا يعتمدون، على التقويم أم يعتمدون على المؤذن بتطلع بعينيه وبشوف الشمس غربت أو مغربتش. لكن المقصود أنه إحنا الآن ليس من السهولة أن نحدد أوقات الصلوات من خلال نظرنا واجتهادنا إلى الشمس، لأنه إحنا أول شيء ليس لنا خبرة في هذا الموضوع، ثاني أن الآن أضواء المدن والكهرباء وإنارة الشوارع وهذه الإنارة قوية تجعلنا في كثير من الأحيان لا نستطيع أن نحدد تماما الوقت الموجود. عشان هيك إحنا بنقول دائما انه يكون الموحد او هناك تقويم يضبط الناس حتى لا يختلف الناس. الان بالنسبه لسؤال الاخت، على فرض انه هذا موجود، هي ممكن ان تنظر الى التقويم وتنظر الى الساعه وتقارب ايهم اقرب. اذا لم يكن ذلك الافضل انها تنتظر حتى يؤذن يعني مسجد الحي فيكون هو مؤذن الحي. لكن انا لا ارى انه اذا احدهم أذن وكان أذانه صحيح في الوقت أن هناك إشكالية في هذا الموضوع. هذا يعني سؤال الأخت. السؤال عندنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي، تفضل. شيخ بدي أسأل، عندي عبارة عن عقيق نادي وما تقدرش تصوم. عندك إيش؟ عامل عقيق نادي المرة عندي. عاملة عملية معدة بتقدرش تصوم. نعم. طيب عملية المعدة الموجودة الدكتور قال لها ممنوع تصومي ولا هي بتتوقع بتعرفش تصوم؟ لا تقدرش نهائيا. طيب الـ الأمر لأنه عاملة عملية مؤقتا يعني ممكن بعد أشهر تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى وترجع تقدر تصوم، ولا هذا مرض خلص على طول عمرها مش راح تقدر تصوم؟ لا مؤقت. لا مؤقت أخي، خلص هي تفطر وتعيد عندما تستطيع الصيام، تعيد بعد رمضان حتى لو انه افطرت كل الشهر ما في مشكله. احنا الان نواجه مثلا امراه ممكن تولد قبل رمضان بيوم. لا هاي بدها تقريبا يعني مش تقول يوم ويومين، بدها سنين تقريبا يعني ما تقدرش. يعني 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 شو سنين؟ يعني قص معدي. لا سنين بدها قص معدي. لا انا يعني اللي قريب عمل قص المعده وبصومها برمضان، هذا عملها من 6-7 اشهر. هي ما طلعش اصلا. هي هو من 6-7 اشهر عملها. انا اللي قريب يعني في الموضوع وبعرفه ويصوم الان طبيعي يعني ما بفطر. احنا بنقول هو الموضوع مش بحاجه لسنين، بحاجه لاشهر. نفرض انه بحاجه لسنه مثلا بتصوم بعد ما تطيب ما في مشكله، اما لا يسقط الصيام ونخرج بداله مال ما دام يمكن ان نصوم، ما دام المرض ليس مرضا مزمنا ما في مشكله ان شاء الله عز وجل. الله يخليك، ربنا يعينها وربنا يشافيها ويعافيها باذن الله عز وجل.
عندنا أيضا كذلك سؤال آخر موجود عندنا. الأخت عمر الفداوي تسأل وتقول: السلام عليكم حجة، توفت وكاتب وصية أن يطلعوا مصاري بدل إسقاط الصلاة، قياسا على أنه زكاة الفطر لتجبر أي خلل بالصيام، فهي كانت تحافظ على الصلاة بحمد الله، ولكن خايف يكون في تقصير بالصلاة أو الوضوء، فهل هذا الحكي صحيح؟ وإن كان في منه كم يطلعوا مصاري؟ يعني إخوة، ما ورد في الحديث هو إخراج البدل القيمة في الصيام لمن لا يستطيع الصيام في هذا الموجل. إحنا نجيب على السؤال، بس خلينا نأخذ اتصال هاتفي، بدناش نأخر الإخوة على خط الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ عمار مناع. تفضل. إن سمحت بدي أسألك السؤال. والله تفضل. أمي ماتت الله يرحمها من فترة، شهرين ونص، رحمة الله عليها إن شاء الله. إيش، أنا كنت قاعد عندها يعني، وكانت استلمتني يعني قاعدة طول الليل وهي تسأل فيه بالأذان. الشيخ تسأل في إيش؟ تسألني أذان الصبح. أزاي أم أزاجة سعدنتني، قمت أنا قلت الأخي وتكعدنا حتى نجذب عليهم كلها أذان الصبح. يعني ضميري من يوم ما ماتت أنا ومش عارفة إيش يعني. يوم واحد يعني؟ كنت نعم يوم واحد أضحك صار؟ بيوم ما ماتت بالضبط. عادي ظلت تسألني عن الأذان شيخ، من شطر ما سألتني سعدنتني، قلت لها يما أنت شو إليش بأذان الصبح؟ المهم هسه هي طلعت أنا وأخي وتني صارت تسأل، قلت لهم هاتوا تاني جذيب ونقول لها أذن. قلت لها سببت أنا، قلت لها يما أذن شو حسيت لي شيخ؟ أماني قلت لها يما أقسم بالله ما بزل بحرف. ما استحملت بجوز خمس دقائق صارت تفك وفرطت، وبعده بكاش الأذان جاي. طيب بس كنت الأذان طوالي فرطت. هي توفت قبل الأذان مش هيك؟ أي نعم. طيب. أنا كذبت، قلت بدي أجذب، أنا ضميري ذابحني ذابح الشيخ. طيب هسه الآن أجيبك إن شاء الله. طيب توكل على الله. طيب احنا بس نجاوب الاخت ام عمر الفداوي ونرجع لسؤال الاخ. فموضوع يا اخوه الاخراج عن الصيام وارد، لكن الاخراج عن الصلاه غير وارد. يعني لا يوجد انه نقول واحد دشر الصلاه فممكن نخرج بداله مال، هذا لا يوجد في شرعنا اطلاقا، غير موجود. الان هي بوصيتها كاتبه انه يخرجوا مال، الان هي احنا لا نخرجها انه بدل الصلاه، وانما احنا بنخرجها انه دائما ان الحسنات يذهبن السيئات، فهي تخرج هذا المال. فاذا من باب انه ان يغطي اي تقصير عندها في جوانب أخرى، من هذا الباب إحنا نخرج هذا المال. فلذلك نحن نقول للأخت عمر الفداوي إنه هذه الحجة مدام كانت بوصيتها إنه يطلع عنها مصاري نطلع عنها مصاري، طبعا بشرط أن يكون عندها مال وأن يكون الوصية لا تزيد عن ثلث المال الذي تركته في التركة، إلا إذا أحب الورثة إنهم يطلعوا منهم أو يطلعوا فوق الثلث، هذا ما في مشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني من الخير الذي هو مطلوب. الأخ اللي بيسأل عن أمه اللي توفت قبل أذان الصبح وهي تسأل أذن الصبح أذن الصبح ثم قال لها هذا، إحنا بقول يا أخوة يعني المفروض هو كان نيته خير في الموضوع، إنه هو بده يريح أمه وخليها تسكت وما ضلاش قلقاني في موضوع صلاة الفجر. هذا ليس هذا السبب اللي جعل أمه تتوفى طبعا، يعني هو ما يلوم حاله في هذا المجال، ولا حاله أنه كذب عليها، ولا شك أنه لو اتخذ أسلوب آخر مع والدته بدون أن يكذب عليها كان أفضل من هذا الموضوع. لكن إيش صار سابقا لنعتبر أنه هذا قد يكون معصية إنه كذب هذه الكذبة، لكن هو بنيته نسأل الله عز وجل أن يغفر له. أخي الكريم يعني أنت حاول توب، راجع نفسك، قول استغفر الله العظيم التوبة الصادقة، الندم على ما فعلت، والله عز وجل يتقبل منك. أما بالنسبة للوالدة قد يكون هذا خير لها، هي أحبت أن تموت على ذكر صلاة الفجر فماتت على ذكر صلاة الفجر، صح ما كانش داخل، لكن هكذا قدر الله عز وجل لها. وهذا أيضا خاتمة خير إنه الوالدة رحمة الله عليها كانت حريصة جدا على الصلاة وقلبها معلق في الصلاة، وهذا بشارة خير بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني تخيلوا هي في النزع وتسأل عن صلاة الفجر، أذن الفجر أذن الفجر، هذا دليل قديش هي معلقة ومتعلقة في الصلاة، وأي إنسان متعلق في الصلاة ربنا عز وجل لن يخذله. أسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يجعلها في مستقر رحمته وأن يجعلها في جنانه، وأن يلحقكم بها بإذن الله أيضا طائعين عابدين وهو راض عنكم. فيعني يا أخي لا 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 تذهب نفسك حسرات ولا تتحسر كثيرا ولا تؤنب يعني ضميرك لهذه الدرجة، أنت استغفر الله، قول استغفر الله العظيم من داخلك، وادعو لوالدتك بالقبول بإذن الله والمغفرة. الأخت رحيق الورد بتقول: سأزور القدس قليلا وستكون المدة فقط من بعد الفجر، وسأغادر تماما بعد صلاة الظهر،
أي في هذه الفترة لا يجوز الصلاة بينهما إلا الضحى، لكن أطمع بأجر الصلاة بالأقصى، ما الحلول لاستغلال أجر هذه الزيارة؟ طبعا يعني زيارة القدس يا إخوة، أول شيء نؤكد عليها ونحث عليها، وأنا أرجو أن الجميع يشد الرحال، من استطاع أن يشد الرحال فليشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لا يترك هذا الأمر إطلاقا، لا يتركه، ويحاول أن يذهب ليلتقي ليزور مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأجر فيه عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. نأخذ اتصال هاتف ثم نرجع لنكمل الجواب. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بدنا نسأل، في واحد معاه شيك تاريخه بعيد. نعم. بدي يصرفه من شخص في الوقت الحالي. نعم. بأقل من قيمته، يجوز أم لا؟ نعم. اسمع أختي الجواب على سأجيبك إن شاء الله. نرجع بس للأخت رحيق في زيارة القدس. فإذا يا إخوة، لكن إذا ذهبنا إلى القدس، الملاحظة اللي بدي أحكيها أنا إنه نستغل كل وقتنا للصلاة، وهذا مهم كثير، للصلاة والعبادة. بعض الناس للأسف بروحوا غاد كأنها رحلة سياحية، بقضيها كزدر ويتخرفوا أصحابه ويلعبوا ويدور عهون ومش عارف يروح هون ويتفرج هون، هذا ليس وقته، هذه مكان للعبادة، كل لحظة في الأجر فيه يضاعف إذا كانت الصلاة فيه تضاعف. طبعا في عندنا روايات مختلفة بين 250 وبين 500 وبين 1000، قال بعض العلماء طبعا إنه كانت في البداية 250 ثم تحولت إلى 1500 ثم وصل الأمر إلى 1000، طبعا خلاف بين العلماء، لكن على الأقل أقل تقدير إنه يتضاعف إلى 250 ضعف، على أقل رواية هذا الكلام. فإذا وجدنا هذا الموضوع، إذن أنت ليش إحنا ما نستغل كل لحظة موجودة في المسجد الأقصى المبارك؟ هذا هو المطلوب نحن إذا ذهبنا، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الذكر، في الدعاء، في عمل الخير، هذا ما نريده. الآن ذهبنا المسجد الأقصى المبارك، نؤكد عليه كما قلنا هو جزء من الرباط، لذلك الأجر في لسه مضاعف عن قضية مضاعفة الأجر، اللي هو أجر الرباط وأجر المراغمة وأجر إثبات أنه حقنا فيه، وأجر أنه هذا يغيظ الكفار ويغيظ المحتلين اللي بدهم إيانا يسلخون عن المسجد الأقصى المبارك، يبعدون عنه ويجعلونا لسنا معه في أي ارتباط. الآن الأخت بتقول أنا بدي أزور من بعد الفجر لقبل الظهر، ما في صلاة في الموضوع إلا الضحى. مين قال هذا الكلام؟ هو فيش صلاة واجبة فرض، لكن في صلاة الإنسان يستطيع أن يتطوع يا إخوة، يعني بصلي الضحى صح، لكن بيقدر يصلي قد ما يعني ما شاء بعد خروج الشمس بربع ساعة تقريبا، وقبل الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة تقريبا بنصليش، لكن ما بين هذين الوقتين نحن نصلي، يعني تقريبا من الساعة 5:30 للساعة 12:15 أو 12:30 نستطيع أن نصلي، وضلك صلي إن شاء الله بتصلي 1000 ركعة، ما في مشكلة في هذا الموضوع. فلذلك إحنا نستغل ما دام إحنا موجودين نصلي نافلة، النويت أن نصلي لله تعالى، هذا ليس بحاجة إلى أن تكون موجودة، ولا بحاجة إلى أن تكون يعني في سنة معروفة زي الضحى أو غيره، وليس بحاجة إلى أن يكون هناك فروض معروفة في هذا الموضوع. طيب نأخذ اتصال هاتفي. السلام عليكم. وطونا بس صوت التلفزيون أو الراديو، الله يرضى عليكم. يجوز. تفضل. وط التلفزيون أو الراديو عندك. يجوز ذبح الجنين وهو في بطنه جنين، ذبح الخروف وهو في بطنه جنين. نعم. الآن أجيب إن شاء الله. طيب نأخذ سؤال الأخت اللي سألت قبل هذا السؤال عن موضوع الشك، وهذا موضوع مهم كثير لأنه كثير من الناس بوقعوا فيه. أخو أنا معاي شك، لنفرض اللي إحنا اليوم 1/6، أنا معاي شك تاريخه في 1/10، يعني لسه بده 4 أشهر ليجي. قيمة الشيك مثلا 1000 شيكل، جيت أنا بحاجة للمصاري الآن، رحت عند واحد قلت له صرف لي، قال بصرف لك إياه لكن مش بألف شيكل، بعطيك 950 شيكل بداله أو 900 شيكل. طب هاي 100 شيكل إيش؟ قال لأنه الشيك بعيد فأنا بدي أخذ من الآن هذا البدل. هذا يا إخوة باختصار وبصراحة هذا ربا اسمه ربا النسيئة، لا يجوز إطلاقا مثل هذا الموضوع، بيع دين بدين، بيع مال بمال، لا يجوز بهذه الطريقة، هذا فيه ربا نسيئة ولا يجوز مثل هذا الموضوع، لأنه إحنا هو 1000 عملها 950 وهذا هو عين الربا، العلماء أفتوا بذلك. فلذلك بدنا ندير بالنا، أنا الشيك معي متأخر، إذا حدا بده يخدمني ويعمل لي خير بيصرف لي إياه بنفس قيمته، أما ينقص عن قيمته لا يجوز هذا الموضوع إطلاقا، لأنه هذا الشيك لو أنه الآن قيمته يعني الآن موجود بين إيدي وتاريخه اليوم 1/6 وروحت صرفته من أي واحد بصرف لي بألف شيكل بنفس قيمته، لكن ليش أنا صرفته لأنه 1/10؟ إذا أصبح الوقت مقابل المال أو المال مقابل الوقت، أنا نزلت من المال مقابل الوقت، هذا هو جزء من الربا الذي يجب أن نحذر منه. فلذلك بيع الشيكات المؤجلة وصرف الشيكات المؤجلة حاليا بقيمة أقل
أقل من قيمته حاليا، هذا لا يجوز وهذا الربا، ولنحذر أنه كثير من الناس بقعوا في هذا الموضوع. البعض بسأل بقول وما أخذ مقابل الوقت، ممكن أخذ مقابل التعب أو الأجرة في الصرف. نقول لإخوة حقيقة الأجرة بالصرف يعني ممكن نكون لها اعتبار إذا فعلا في تكاليف وهو ممكن يتكلفها في الموضوع. يعني البعض بكون عنده شيكات من الداخل، شيكات إسرائيلية أو كذا من الداخل، بده يصرفها، ممكن ينزل بده يأخذ تاكسي وبده يروح وبده يحط في البنك وبده كذا، ممكن هتكون لها بعض الإجراءات، ممكن بعض عنده موظف ممكن يكون في خدمة، هذا يقدر بقدره وتكون حقيقة معينة وليس يعني معتمدة على قيمة الشيك في إنه نزيدها أو نقللها. لكن المشكلة الآن بيجي بقول لك الشيك 1000 شيكل عليه 50 شيكل مثلا، الشيك 10,000 شيكل عليه 500 شيكل، فإذا إحنا قاعدين القيمة بتختلف، بطلت القيمة تصير معناته مقابل الأجر، لأنه اللي بده يتعب بالشيك أبو شكل هو نفس التعب اللي بتعبه بالشيك ابو 10000 شيكل. فعشان هيك هذا ما نكونش احنا نلف ونعمل نوع من التقية او نوع من التخريجات اللي نحاول ان نخرجها ونلتف على الشرع، فهذا لا يجوز اطلاقا، وهذا من الربا فلنحذر. والربا يا اخواننا من اخطر العبادات، من اخطر المحرمات، اسف، من اخطر الكبائر، وجعلها من السبع الموبقات. الربا قال درهم ربا شر من 36 زنية كما ورد الحديث، وان كان في ضعف لكن بكفينا آية قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله عز وجل لم يعن الحرب إلا على مجموعات قليلة أو ناس قليلين، منهم الذين يأكلون الربا، الذين لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الربا الذي يمحقه الله عز وجل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا الربا الذي ربنا، وتخيلوا مين اللي أعلن الحرب؟ الله عز وجل أعلن الحرب على كل مرابي سواء أخذه أو أعطاه. والحديث الخطير جدا اللي راح يعني إلى أبعد حد في التحذير من الربا، لما قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فتخيلوا دخل حتى اللي بيكتب عقد الربا بين اثنين هو يدخل، والذي يشهد على عقد الربا أو اللي بيكفل في عقد الربا هذا أيضا يدخل فيه. قال هم في الإثم سواء، أو هم في الوزر سواء، يعني اللي بوكل واللي بطعم الربا واللي بيشهد واللي بيكتب كلهم بوخذوا نفس الوزر في موضوع الربا. هذا كله للتحذير من موضوع الربا. نرجع إلى إذن هذا إحنا حكينا في موضوع الشيكات لا يجوز صرفها إلا كما قلنا. الأخ اللي سأل في موضوع ذبح الخروف وفي بطنه خروف آخر، الحديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. فلو إنسان ذبح خروف وكان في بطنه خروف ثاني، يعني نعجه كان في بطنه خروف، فلا يعتبر ذبح الأم هو ذبح للجنين. يعني لو خرج الجنين ميتا مثلا فيعتبر ذبح الأم هو ذبح للجنين لأنه جزء منها، وهذا لا مانع منه بإذن الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يأكل النعجة والجنين في بطنها. السلام عليكم، اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية سيدنا الشيخ. الله يعافيك ويكرمك. كل عام وانتم بخير وجميع المستمعين بألف خير والقائمين على هذا البرنامج بألف خير. أنت بخير إن شاء الله. وشكرا على جهودك الطيب. نحب نشكرك أول شيء، بدناش نطول. الله يخرج ويرضى عليك. بدي أسألك سؤال بالنسبة يعني إحنا بنتوضأ خمس مرات في اليوم. وفي ناس يعني بتتمضمض زيادة عن اللزوم، وفي ناس لما بتعطش أو بتحسها لعطش بتروح تتمضمض. تقول لك انا ما بشرب بس بتمضمض. هلا بقايا الا يكون بالفم بقايا ماء. نعم. وراح يبلع. فهذا اشي بفطر ولا لا؟ اذا بيبلع المي يعني مثلا كل ما واحد عطش بروح بتمضمض. نعم. هلا فاكيد يعني 100% راح يعني راح يتم بقايا ماء بالفم. فهمت. ومن ثم تبلع. نعم. خلاص الان اجيبك ان شاء الله تعالى. شكرا لك سيدنا، يعطيك الف عافيه. طيب بالنسبة لموضوع المضمضة، وهذا عامل هوس عند الناس، يعني هذيك اليوم اجانا سؤال انه احدى الاخوات تسأل بتقول انا في المضمضة بخاف اتمضمض، فبمسح على يعني على ثمي من برا على شفايفي وبتوضى باقية الوضوء. لا يا اخو، حقيقة احنا بدناش نغالي ولا نتشدد. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نتوضأ وأن يكون من ضمن الوضوء المضمضة، صح هي سنة لكن هي من ضمن الوضوء أن نحرص عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم أو لو أراد أن يجعل، لو كان من الشرع أن المضمضة ممكن أن تبطل الصيام لما أمرنا بها أو لما حثنا على أن نتمضمض أثناء الوضوء. إذن ما في مشكلة في الموضوع. هو النهي وين؟ قال ألا تبالغ في المضمضة. بعض الناس بيكون عطشان وريكو ناشف يكون راح بتوضى جدد وضوءه عشان يتمضمض، فبلش يتمضمض، حط المي بتمه، بلش حرك المي بتمه، بعدين
بصير يتغرغر فيها يعني في هذه الطريقة وبعدين برد بيطلعها. هذه المبالغة هي المنهي عنها لأنه يخشى أن يدخل في 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 في, في حلق الواحد في هذا الموضوع. لكن مضمضة العادية أنا أخذت مي ومضمضت بتمي على الخفيف بعدين أخرجتها هذا لا بأس به. وبعدين ما في داعي أنه بعض الوضوء في بعض الناس من كثر الهواس بضلوا يعني يخرج ما في فمه من ريق حتى يعني لما كلها ريق وحط بتم ونشف على الآخر. هذا أيضا غير مطلوب يعني لم يرد أنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتحرزوا من هذا. أنا لما أتوضأ ما دام أنا قصد الوضوء وأنا بتمضمض بالوضع الطبيعي ولا أبالغ في المضمضة ثم أخرج ما في فمي من ما يعني اجتهد فيه قليلا الآن ما يبقى من آثار بسيطة هذا يعفى عنه. هذا لا يؤثر في الموضوع ولا يؤثر في صحة الصيام. فإحنا ما نكبرش الموضوع ما نزيدوش. إذن إحنا نتمضمض لكن لا نبالغ في المضمضة حتى لا يدخل إلى جوفنا أي شيء في المبالغة. إذا بالغنا ممكن أنه صيامنا يتأثر لكن في الوضع الطبيعي هذا لا بأس به ولا حرج منه بإذن الله سبحانه وتعالى. سؤال يقول هل يجوز قراءة القرآن الكريم وهبته للروح ميت؟ أنا أقرأ وأهو بأجره لميت. هذا الجواب سنجيب عليه السؤال سنجيب عليه بعد أن أخذ اتصالاتي. السلام عليكم. ألو مرحبا. أهلين أختي. أدخل على الهواء. تفضلي أنت على الهواء أختي تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بدي أستفسر بخصوص شيء معين. نعم. هلأ أنا عندي مبلغ من المال وبدي أطلع عليه زكاة. نعم. هل يجوز إنه إعطاء هاي الزكاة لأم زوجي؟ هلأ هي في حالة وضعها سيء يعني ما بتشتغل وجوزي بعطيها مبلغ من المال كل شهر ولكن هي ممكن تكون بحاجة إلى شيء آخر. طيب هل يجوز إنه إعطاها هذا المبلغ أو لا؟ الزكاة مني كلها من زوجك؟ من زكاة مني من أموال خاصة فيي مش من زوجي. أي أموالك الخاصة فيك. لا بأس أختي يمكن أن تعطيك إياها الآن. أجيب لنا إحنا موضوع الزكاة يا أخوة كثير نسأل عنه. اتصال آخر. طيب نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يعافيك أخي. شو أخبارك؟ الله يرضى عنك إن شاء الله. بدنا نسأل بس سؤال نفس الله يعني نعرف شو حكم المرأة الحامل والمرضعة بنفس الوقت بالنسبة للصيام. بالنسبة يعني طيب ماشي الآن نجيب. يعني يجوز لها الإفطار ما يجوز لها الإفطار؟ الآن لا نجيبك إن شاء الله الآن. ابقى معنا على خلال الهاتف أو الإذاعة وسنجيبك بإذن الله عز وجل. طيب الأخت اللي سألت عن إعطاء الزكاة هذا نسأل عنه كثير. يقول لمن أعطي زكاة مالي؟ زكاة الأموال أولا محددة للأصناف الموجودة في القرآن الكريم وحددت بالأصناف الثمانية وإحنا في الغالب الآن في بلادنا موجود منها اللي هي الفقراء والمساكين. هذا الموجود غالبا لأنه يعني في سبيل الله يعني كما قيل هو موضوع الجهاد الغارمين اللي هم مديونين في الرقاب ما في عندنا عبيد ابن السبيل إلى آخره. لكن إحنا غالبا الموجود عندنا بين ايدينا الفقراء والمحتاجين. لا يجوز اخراج الزكاه الى غير هؤلاء الثمانيه. بعض الناس بيقول انا بدي اتبرع للجامع واحسب منه الزكاه. لا يجوز. البعض بيسال بيقول انا بدي اعمل باص للقدس والتذاكر انا اعطيها اتبرع فيها. ايضا لا يجوز. البعض بيقول انا بدي اعمل احط ثلاجه مي في الجامع واحسبها من الزكاه. لا يجوز. اذا يا اخوه موضوع الزكاه محدد وموضوع يعني لا يجوز التلاعب فيه. صدقه اعمل اللي بدك اياه ان شاء الله حطيتها بيد غني ما في مشكله. لكن موضوع الزكاه يجب ان يعطى للجهات المحدده وان يعطى بالآلية المحدده الموجوده. الان هل يجوز اعطاء لمن يجوز إعطاء الزكاة إذا كان فقيرا؟ قال يجوز إعطاها لأي إنسان حتى لو كان قريبا ما لم يكن أصل أو فرع. ما لم يكن أصل أو فرع يعني الواحد بصير يعطي لأبوه بصير يعطي لسيده بصير يعطي لجدته بصير يعطي لأمه بصير يعطي لابنه بصير يعطي لبنته. هذا لا يجوز. اثنين لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته عليه. يعني أنا والله أختي نفقتها علي واجب ما لها حدا إلا أنا فأنا ساعتها ما بقدر أطلع زكاتي لأختي لأن هي نفقتها واجبة علي في هذه الحالة. إذن هذول الحالتين دون هيك مدام في فقير أنا بقدر أعطي. الآن بيجينا سؤال بقدر أعطي لبنتي المتجوزة؟ نعم ممكن تعطي لبنتك المتجوزة. أنت فعليا بس تعطيش لبنتك المتجوزة أعطي لزوج بنتك. زوج بنتك ليس من فرعك وهو المكلف بالإنفاق فممكن أعطي لزوج بنتي إذا كان فقيرا. برجع بقول إذا كان فقيرا. الآن
السؤال اللي سألته الأخت أنه من مالها الخاص بدها تعطي حماتها يعني أم زوجها، ما في مشكلة لأنه هي بتخرج المال، لو زوجها اللي بخرج المال لا يجوز ذلك، لكن مدام هي اللي تخرج المال يمكن أن تعطي حماتها إذا كانت في سكن مستقل، أهم شيء تكون في سكن مستاكنة عندهم في قلب الدار، لأنه ساكنة في قلب الدار بصير النفقة على زوجها وهيك بهذه الحالة بصير هي كأنها أعطت زوجها، لكن إذا كانت ساكنة في سكن مستقل وهي ممكن لها دخل لكن لا يكفيها وفقيرة ومحتاجة فيمكن أن تعطيها من هذا المال والله تعالى أعلم. الأخ اللي سأل عن موضوع المرأة الحامل والمرضع، الحامل والمرضع هي ممكن أن يكون عذر للإفطار إذا كان الصيام يضر، والله الأخت ممكن الصيام يضر على حليبها وشايف الولد بطل يشبع وما في بديل ممكن تفطر، إذا المرأة الحامل شافت أنها صراحة تتعب نزل ضغطها أو متأثرة جدا بالصيام مش قادرة تصوم فممكن أنها تفطر وهذا عذر لها. كان الخلاف انه هل تدفع كفاره مع قضاء عليها القضاء طبعا بعد رمضان، تقضي وتدفع كفاره ولا تقضي فقط؟ يعني الراجح انها تقضي فقط، البعض قال اذا كانت مرضع تقضي وتدفع كفاره واذا كانت حامل لا تقضي ولا تدفع كفاره، اسف تقضي ولا تدفع كفاره، لكن يعني الافضل انها يعني احنا ممكن تطلع لكن احنا بنقول الصيام عليها القضاء ويجوز لها الافطار اذا كان الموضوع يمكن انه يؤذيها. خلينا ناخذ عندنا بعض الاسئله السريعه موجودة على البث المباشر. الأخ أو الأخت ختام جميل بتقول السلام عليكم شيخنا الجليل، الأخت تعيش في بريطانيا وهناك يصومون أكثر من 18 ساعة، أطفالها يشعرون بطول الوقت وبالجوع لأن الجو بارد هناك، وهناك شيوخ أفتوا بالإفطار مع توقيت مكة لطول الوقت عندهم ومع ذلك لم تتجرأ أي عائلة هناك بالإفطار مع توقيت مكة، لكن هي تستفتيكم أولادها بدأوا يتململون من طول ساعات الصيام وتخافوا ألا يتم صومهم بالصيام لطول حتى أنهم لا يشعروا أنه معهم وقت للسحور. أولا يا إخوة نحن نقول هذا الموضوع في أوروبا عامل ضج كثير، لسه مش 18 ساعة، في مناطق بتصوم 20 و 21 و 22 ساعة والفتوى هناك مختلفة جدا، ونقل إلي كم هناك يعني في خلافات فقهية مطاحنة زي ما بيقولوها إنه نفطر ولا لا نفطر، نفطر على مكة ولا على أقرب بلد ولا نضل صايمين على صيام البلد لأنه الشروق والغروب أو طلوع الفجر وغروب الشمس يعني هو الذي يحدد الصيام. نحن نقول أولا يعني هذه قضية فوق العشرين واحد وعشرين ساعة القضية ممكن يكون فيها فتوى، لكن إحنا نقول 18 ساعة، بتعرفوا يا أخوة لو نفكر إحنا في حقيقة إحنا قاعدين هنا في بلادنا بنصوم 16 ساعة يعني الساعتين ما أفرقت كثير بيننا وبينهم، إحنا بدنا نخلي الصيام. قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إحنا بدنا تعظيم لشعائر الله عز وجل، لذلك بدنا نهتم في موضوع الصيام اهتمام شديد جدا واهتمام مهم، وهذا مهم إنه إحنا يعني نعرف كيف نتعامل معه. فلذلك لو استشعرنا الصيام ما تأففنا من 18 ساعة. الصبح أنا سألت نفس السؤال في أخ يدرس في منطقة بولندا أو كذا نفس الإشي بصوم 18 ساعة إنه بتعب في عندهم امتحانات وكذا، نقول لا يجوز الإفطار إطلاقا إلا في واحد صام في هذاك اليوم تعب جدا 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 وما قدر يكمل وصار عنده إرهاق وتعب وممكن يكون داخل وكذا، هذا بصير حالة استثنائية إنه مرض في ذاك اليوم بيفطر، لكن بيت النهار إنه 18 ساعة أنا بدي أصوم أقل لا يجوز. أنا اليوم برضو سألت الشيخ عمار بدوي للتأكيد فكان القرار انه او الفتوى الموجوده انه لا يجوز الافطار لمثل هذا العذر 18 ساعه. وايضا بموضوع طلاب التوجيه اكدت على الشيخ عمار يعني في صباح هذا اليوم انه طلاب التوجيه وخصوصا انهم يتناقلون هناك فتوى موجوده في غزه وفي مصر انه اباحوا او اجازوا لطلاب التوجيه الافطار في رمضان لعذر التوجيه فقط هكذا، فاجاب انه في مجلس الفتوى الاعلى عندنا اجتمع المفتي المحافظه ومجلس الفتوى الأعلى والمتخصصين والعلماء في فلسطين ونقضوا هذه الفتوى وأكدوا على الفتوى السابقة أنه لا يجوز الإفطار لطالب التوجيه في رمضان إطلاقا إلا إذا في ذات اليوم تعب جدا 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 وما قدر يكمل بيكون عذر خاص في هذا اليوم. إذن إحنا بنقول للأخت الآن أولادها اللي مش قادرين صاروا يتململوا، إذا أولادها تحت سن البلوغ تخفف عليهم، يعني والله الولد عمره 7-8 سنين 9 سنين 10 سنين هذا غير مكلف في الصيام، إحنا بدنا نعوضه على الصيام شوي شوي، يعني جسده لا يتحمل الصيام ممكن 18 ساعة، ذاك أنا ممكن أخليه يصوم للظهر أصوم للعصر مثلا يفطر له يوم ويصوم يوم أو يفطر يومين وصوم يوم، يعني حتى أنا أعوده هو المقصود التربية وليس هو لم يكلف لغاية الآن، فهو إحنا بدنا نأخذه شوي شوي ونعوده على مثل الصيام. لكن إذا كان كبير ومبالغ الآن هو يستطيع أن يصوم 18 ساعة هي في المقدور، إحنا قاعدين في الحر يعني مش برد زي عندهم، في الحر قاعدين بنصوم 16 ساعة، فالأمر يعني ليس كثيرا إنه إحنا نصوم 18 ساعة في هذا المجال.
السؤال الأخير اللي بدنا نختم فيه برنامجنا لليوم بقول الأخ عباد أو عياد سوالمي، بدي أسألك إذا الواحد نسي يصلي صلاة العشاء وبعد الساعة 12 تذكر بينفع بيصليها؟ نعم، على الراجح إنه صلاة العشاء وقتها من دخول وقت العشاء للأذان إلى أذان الفجر الثاني، في هذا الوقت هو وقت صلاة الفجر، الأحب والأحسن إنه يصليها قبل منتصف الليل، مش الساعة 12، منتصف الليل يا إخوانا مش الساعة 12، الساعة 12 هي عبارة عن يعني ساعات، لكن منتصف الليل احنا بدنا نحسب من المغرب للفجر وبدنا نقسمها على نص، هون بيطلع منتصف الليل عندنا، بيختلف من بين الشتاء والصيف، لكن على كل بدناش ندخل حالنا في هذه المشكله. الافضل ان يصليها قبل منتصف الليل لخروجا من الخلاف، لانه بعض العلماء قال لا يجوز ان يؤخرها لما بعد منتصف الليل، هذا باختصار شديد، لكن اذا نسيها بيصليها حتى لو كان قبل الفجر ما في مشكله وتعتبر صلاه حاضر. احنا هيك بنكون يعني اجينا على نهايه البرنامج. انا اشكر لكم حسن متابعتكم وتفاعلكم، انا اشكر طاقم البرنامج كله اللي معنا، الاخ عبد الله حسين والاخ فادي والاخ علاء في متابعينا دائما في هذا البرنامج، اشكر رعاه البرنامج، شكرا جزيلا جدا على رعايتهم دائما وهم السباقين لمثل هذه الامور، ابو حسيب للصياغه والمجوهرات وبيوكير للتحاليل الطبيه، جزاهم الله كل خير واربح الله تجارتهم ونفع بهم باذن الله سبحانه وتعالى. اشكر لكم اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات حسن متابعتكم، انا محدثكم الشيخ عمر منا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، موعدنا غدا في تمام اسف يوم الاحد، يوم الجمعه والسبت معنا برنامج يوم الأحد في تمام الساعة 1:30 ظهرا، فكونوا معنا.